جابر بن حيان. جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي ولد في السنة الأولى بعد المئة للهجرة، برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة. يعد جابر بن حيان أول من استخدم الكيمياء عمليا في التاريخ، أطلق عليه لقب أبو الكيمياء، وكذلك لقب علم الكيمياء نسبة إليه صنعة جابر. بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مساهمات إلى ما يقرب من 3000 مخطوطة. ومن أهم الإسهامات العلمية لجابر في الكيمياء إدخال المنهج التجريبي إلى الكيمياء، وهو مكتشف القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي وماء الفضة، وهو كذلك صاحب الفضل فيما عرفه الأوروبيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس. من أهم إسهاماته العلمية أنه أدخل عنصري التجربة والمعمل في الكيمياء، وأوصى بدقة البحث والاعتماد على التجربة والصبر على القيام بها. فجابر يعد من رواد العلوم التطبيقية، وتتجلى إسهاماته في هذا الميدان في تكرير المعادن وتحضير الفولاذ وصبغ الأقمشة ودبغ الجلود واستعمال ثاني أكسيد المنغنيز في صنع الزجاج. كان جابر بن حيان أول من استعمل الميزان في قياس مقادير المحاليل المستخدمة بتجاربه الكيميائية، حيث كانت عنده وحدات قياس خاصة به، وكان أصغرها هو الحبة التي تبلغ قيمتها نحو 5% من الغرام. وكذلك توصل جابر بتجاربه إلى حقيقة أن المواد القابلة للاحتراق عندما تشتعل بالنيران تطلق إلى الجو الكبريت وتخلف وراءها الكنز، وتمكن من اختراع نوع مضيء من الحبر ليساعد على قراءة المخطوطات والرسائل في الظلام، كما اخترع بطلب من الإمام جعفر الصادق عليه السلام نوعا من الورق مضادا للاحتراق، حيث كتب بهذا الورق كتاب جعفر الذي وضع في مكتبة دار الحكمة. كذلك اكتشف نوعا من الطلاء إذا دهن به الحديد يصبح مضادا للصدأ، وإذا دهنت به الملابس تصبح مضادة للبلل بالماء، كما وقد اكتشف طرقا لتحضير مركبات عديدة كالفولاذ وكربونات الرصاص وكبريتيد الزئبق. اكتشف الصودا الكاوية، وهو أول من حضر ماء الذهب، وأول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الأحماض، وهي الطريقة السائدة إلى يومنا هذا. أول من اكتشف حامض النتريك وحامض الهيدروكلوريك وحامض الكبريتيك وسماه زيت الزاج، وأيضا نجح في وضع أول طريقة للتقطير في العالم، وصنع ورقا غير قابل للاحتراق، وشرح بالتفصيل كيفية تحضير الزرنيخ والأنتيمون. إن جابر بن حيان هو الذي وضع الأسس العلمية للكيمياء الحديثة والمعاصرة، وشهد بذلك كثير من علماء الغرب، وتعود شهرته إلى كتبه العديدة التي ألفها، ومنها أسرار الكيمياء، نهاية الإتقان، أصول الكيمياء، علم الهيئة، الخمائر الصغيرة، كتاب السبعين، السموم ودفع مضارها، الكيمياء الجابرية، وغيرها الكثير. ويكفيه فخرا أنه كان أحد تلامذة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. توفي جابر بن حيان عن عمر يناهز 95 عاما، سنة 815 للميلاد، في الكوفة في العراق.